بدرس صيدلة في جامعة البريطانية، وبحب بقى الحاجات اللي هي الهاند ميد من واحنا صغيرين خالص، يعني تقريبا من واحنا في اعدادي او حتى ابتدائي، او احنا ابتدائي بدا عندنا موهبه الرسم شويه، فماما كانت بتودينا حاجات بره المدرسه خالص، ونروح هناك يعني حد يعلمنا وكده تدريب. هو مش كورس بس، هو اكتر ان هو يعني كلنا اطفال، كلنا نقعد كلنا مع بعض بالظبط براكتسنج في حاجات. وبعد كده بقى بدا الموضوع يتطور. انا فاكره احنا كنا زمان حتى قبل ما اي حد فينا يعمل اي حاجه، كنا احنا بدانا نعمل اكسسوارز حتى بايدينا واحنا صغيرين في اعدادي خالص، وكنا عاملين حاجه ما بيننا وبين بعض كده وبين اصحابنا ان احنا نبيع وكده الاكسسوارز، يعني كانت حاجه بسيطه خالص. يعني السترينج ارت ده عباره عن ان هو الخشبه بجيبها وبرسم عليها يعني برسم عليها رسمه معينه ايا كان اللي هيترسم عليها بالظبط. هتبقى غالبا تبقى ديزاين من على النت، او ساعات برسم بايدي لو حاجه يعني مش لاقيه لها حاجه على النت، بس ده بيحصل يعني نادرا قوي. بالظبط، بقوم عاملاها بالكربون على الخشبه، وبعد كده ببدا بقى ادق المسامير، وبعد كده المسامير بتيجي بقى اللي هي السترينج ارت في مرحله الخيط، ان انا اعمل ارسم بقى بالخيط، او اللي هو املي الفراغات جوه المسامير بالخيط بالظبط كده، وبعد كده تطلع الرسم بقى اللي بتطلع في الاخر. هي بروسس طويله قوي على ما انا وصلت اللي هو للبرودكت اللي قدام في الاخر ده. انا يعني كنت الاول مثلا مش بلون المسامير، اكتشفت بعد كده ان هو عيب ان المسامير بدات تصدي مني، فانا بعزل المسامير بطبقه تبقى تتلون بحاجه عشان خاطر ما يبانش عليها الصدى بعدين، او يعني ما تصديش اصلا ان هي خلاص اتعزلت. مثلا بقيت في حاجات اللي هي مرشوشه، الخشب نفسه مرشوش، لاني برده في خشب كنت بستخدم زمان قوي نوع خشب، اكتشفت بعد كده ان هو برده بيبان عليه اللي هو بالظبط. لا يعني عندنا سنه سنتين، بقالي 3 سنين تقريبا في الموضوع ده. بدات ارش دوك، وبعد كده اكتشفت بعدين ان ممكن ادهن بدهان، وبعد كده اكريليك. في حاجات تانية بعملها جالكسي، شبه جالكسي كده من ورا، بتبقى اكريليك بس مش حاجه تبع دول، دي برضو بلونها بالاكريليك عشان ما تنفعش بالرش كذا. يعني انا موست كلاينتس اللي بيجيني بيكونوا حد مثلا عايز يجيب حاجه عيد ميلاد لحد، حد عايز مولود اكشي كمان جديد، ناس بتجيب مثلا ابن خطوبه مثلا، او حاجه اتولد جديد بنجيب له حاجه، هدايا عيد ميلاد، موستلي خطوبه برضو بتتعمل فيها. بتبقى دلوقتي في افراح بيبقى في حاجه كده بدل اللي هو الجيست بوكس، بيبقى سترينج ارت وبيبقى محطوط فيه الورق، يعني بيتكتب الورق بيتحط فيه، بتبقى لطيفه جدا. والتابلو بيتعمل معدوم عندهم على طول بالظبط. يعني والله على حسب ان شاء الله الشغل، او يعني الحته اللي انا رايحه لها قوي، بس انا زي ما قلت لك فعلا ان انا لو في الجامعه وورايا برده حاجات الجامعه مش حاجات ده، لا مش سهله، فان انا عارفه اظبط دي يعني ان شاء الله اتمنى في الشغل برده هعرف اظبط نفسي تظبيط يعني ان شاء الله.